مرحبا يا حلوين، نحن آدم وإيزابيل لوتا، سوري وإستونية عايشين ببريطانيا. قررنا نسافر حول العالم ونزور كل الدول ونصور فيديوهات من كل دولة ونعيش تجارب مغامرات ونجرب أكلات وطبخات شعبية وعالمية ونشاركها معكم بقناتنا. اشتركوا بقناتنا ليوصلكم كل جديد. أول مرة أنا وإيزابيل بدنا نطلع برحلة كروز، رح نكون 7 أيام مع سيل كرواتيا حوالين الجزر الكرواتية بيخت اسمه سالفا دي مارا. شيء رائع جدا جدا. كرواتيا بلد كتير بعز علي، هي تاني مرة أنا فيها، لأن البابا درس هون بشبابه، خلص هندسة بترول وعمل ماجستير هون، قعد 12 سنة، فبلد بتعز علي كتير. نحن هلأ بسبلت، مدينة بتاخذ لعالي كتير حلوة وصايرة مشهورة كتير كتير بالرحلات البحرية واللي يفوت. فنحن رح نطلع مع أفخم شركة ورح نضل 7 أيام كاملين بالبحر، نط من جزيرة لجزيرة من جزيرة لجزيرة. طبعا حفلات وأكلات وعشر، رح نصور لكم كل التفاصيل بفيديوهات جاية واحد واحد. هلأ خلينا نشوف الباخرة اليخت كيف شكله. الرحلة اسمها اكسبلورر لليانج بروفيشنال بيبل اللي عمرهم فوق 25 سنة. اليخت اسمه سالفا دي مارا، يخت حديث جديد جهز بكل شيء بيخطر على بالكم، كأنه اوتيل 5 نجوم. نحن اجينا قبل بوقت لنشوف اليخت، وصراحة انصدمنا جدا بفخامة التفاصيل. اليخت فيه جاكوزي، في اماكن للتشميس واماكن قاعدة للاسترخاء ومطعم مجهز بالكامل، مهتمين بأدق التفاصيل. والرحلة متضمنة وجبات الفطور والغداء بشكل يومي. وجبة الغداء بتكون من 4 كورسات، فيكم تطلبوا أكل حلال أو نباتي أو حتى كيتو، دايت كيتو، من الشيف وما في أي مشكلة. الغرف حجمها كتير ممتاز كغرف موجودين بقلب باخرة أو يخت، نضاف وجداد ومكيفين. والحمام الله يعزكم جدا كبير، عن جد بتحسوا كأنه أوتيل 5 نجوم. مهتمين كتير بالتفاصيل مثل الشامبويات والصابون، كتير براندات وجودتهم كتير كتير عالية. وكمان في موجود مكتب بقلب الكابينة، إذا عندكم شغل فينكم تستخدمه. تفاصيل حجز تكلفة كلها موجودة بصندوق الوصف إذا بتحبوا تشوفوها. رحلتنا رح تكون مدينة سبليت لدبروفنيك. بعد ما استلمنا الغرف بلشنا أبحار، وأول مدينة أو أول نقطة رح نوصل عليها هي مدينة ماكاراسكا. خلال هيدا الوقت تعرفنا على طاقم الباخرة وطاقم السفينة رح يكون معنا، وأخذنا غدا. الغدا بالباخرة يا جماعة مخيف كتير كتير طيب، وجهزنا حالنا لنروح على أول أكتيفيتي بهاي الرحلة، رافتينج. والله يستاهل. على السؤال، هلأ نحن بدنا نروح، هلأ هي الرحلة 3 أور 3 ساعات. هيك ممتازة. يلا طيب، شوف تركنا القارب الصغير الكبير ورايحين بهذا البصير. نطلع بباص هلأ شكله مرتب ومكيف. رح نطلع على الضيعة. ضيعة صغيرة؟ ضيعة صغيرة فيها نهر عشان نعمل رافتينج. بعد مشي بالباص وصلنا لهون، ننزل لتحت، فشكله النهر تحت. نمت نوم رهيب. نمت اي والله، شوي بس تعبانه انه والله ما نامين امبارح من هناك. والاحلى من هيك انه الطريق متعه لوحه. صحيح ما شفت منه شيء، كنت نايم بس حلو. صرنا جاهزين يا خي يا خي. لبسونا هي مشان ما نغرق. البيعات عنده، فيكم تحطوا الجو برو كمان، يعني مجهزين الأمور. أيوه هيك جاهزين هلأ لنشوف. الله يستر. ليك ليك ليك، أدوما مجنون هنا. Yeah!
ليك 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 يا محمد يا محمد يا محمد شو صار؟ برافو يا دوما برافو يا محمد شو سكيري Oh my god. Very nice. Kifa. Freezing cold. You better see. برد يا جيمي. جيمي. من عيشة. متحمس انت؟ هيك العالم بزت بلد بلد شلون تنزل هيك. انا مسنين نزلت لتحت 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 ما بقى اطلع فوق. بس اني في الروكس ولا هيك شيء؟ في روكس غنية كثير دي. عن جد؟ هي بيوتفل بيوتفل. تجربة عالمية. هلا أول شيء هي ساعتين ونص بالمي، طلعات والنزلات والجو الحلو والمناظر اللي يعني ما فينك إلا ما تنصرع صرع، قد ما الجمال قد ما الخضار قد ما ريح الهواء نظيف، صوت العصافير، المي النظيفة، والمي صافية صافية بطريقة بتجني، نظيفة وباردة. كتير 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 تجربة حلوة. والأحلى من هيك إنه هاي التجربة خلتنا نتعرف على الناس اللي معنا بالقارب، يعني بالرحلة باليخت، فكلهم كانوا معنا ونحكي وكذا وهيك، من وين أنت ومن كذا. عنا جروب تقريبا في 20 بني آدم جايين بس من أمريكا، وفي من أستراليا وفي من بريطانيا. يعني كتير كتير كان حلو، تجربة ممتازة، كتير انبسطنا وكتير استمتعنا. لازم لازم تعملوه إذا أجيت بكرواتيا. وفعلا كرواتيا الطبيعة اللي لها يعني شيء يعني رائع، ما فيني اقول غير رائع عن جد. وهلا شو بدنا نعمل يا ايزابي؟ انا ميت من اطشا وانا عطشان كمان والله، كثير كثير عطشاني. فبدنا نروح ندور على شيء، مع يمكن نرجع على القارب نغير على اليخت، نغير ثيابنا ونطلع نتعشى بشي محل. تفضل نشوف. يا صباح الخير يا صباح النور. هلا احنا فقنا وبارح بعد الرافتينج. كيف كان الرافتينج؟ الرافتينج كانت ممتازه، بس اليوم انا حاسه مثل انا 100 سنه، يعني كله هيك كل جسمنا عم يوجعنا امبارح. بس كانت كثير كثير حلوه، ساعتين ونص ثلاث ساعات ممتازين. فبعدين رجعنا لهون على اليخت، اخذنا شاور وتحممنا غيرنا ثيابنا ورحنا على المدينه. مدينه كثير 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 حلوه اسمها ماكاراسكا. ماكاراسكا 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 المدينة المدينة القديمة. بالليل كان في هيك حفلة، عالم عم تعزف لايف وعالم بالشارع، وكانت كتير 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 حلوة. في مطاعم كتير مخدمة المدينة. فتعشينا هيك عشاء سريع ورجعنا نمنا نومة غير شكل. نومة بالباخرة، ما بتحسوا حالكم غير نامين بالبيت؟ ما نامين بالأوتيل. ايه بالأوتيل تماما. نحن يعني حاسين كل شيء بالأوتيل. ما بتحسوا ايه عم تروح أبداً. يعني حتى هلا نحن عم نصور الباخره ماشيه، بس ما بنحس ابدا لا بدوار البحر ولا بتحس انه عم تطلع أبداً. وتنزل كثير مرتبه. وكمان يعني اذا بحر بروح انا ما سمعت. لا لما يشغل المحركات وتمشي ما أبداً. يعني ما في صوت ابدا بالغرف، الغرف معزولين بشكل كامل. وهيك شو بكون خلص اول فيديو قلنا بكرواتيا. وهلا نحن متجهين لوين؟ على حفار. على هافار رايحين. على جزيرة جديدة، رح تشوف كل تفاصيل الفيديو جديد. أنا كتير 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 هيك excited لهافار، لأنه كتير حلوة. السؤال شكله هذا بالصور صور صور شكله كتير حلوة. ماشي، ما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتعطونا لايك وتكتبوا لنا كومنت عنكم، أنتوا بتدوخوا بالبحر ولا بتحبوا هيك تجربوا هيك تجارب بحرية فترات طويلة. ونشوفكم فيديو جديد. شكرا. باي.